يا شباب، بصوا شباب، انا النهارده كنت لسه جاي من رحله تسقيط، وده الرزق اللي ربنا اكرمني بيه. عايز نضيف لكم بس نوعين سمك على ال 11 نوع اللي احنا كنا صيدينهم قبل كده. كنا احنا عاملين فيديو قبل كده كان عنوانه صيد 11 نوع سمك من البحر. بصوا يا جماعه، كنا ذاكرين فيه 11 اسم، النهارده هنزود كده على الاسم ده الغزيله البلدي، نبقى احنا كده ال 12، وهنزود عليها القراط الارنب. انا واخد بس الحتتين دول كده، انا بس اللي بناكل الايه، انا بس اللي بناكل القراط في البيت، طبعا ما بنوكلوش لعيالي، وانا عامل فيديو فيه تنظيف القراط. طبعا انا بريء من اي حد يجرب، كل واحد حر عن نفسه، تمام؟ من غير ما نشكر في السمكه، نقول حلوه، نقول طيبه، كل واحد مسؤول عن نفسه، تمام؟ وعندنا السمكة دي احنا كنا بنقول عليها مكرونة، بس جه النهاردة المراكبي قال لي اسمها وانا نسيتها بصراحة. المهم ان دي النوع ال 13، دي كان في ناس تقول عليها مكرونة، بس هو قال لي اسم حاجة حداية تقريبا، او حداية تقريبا، مش عارف حداية او مش فاكر. اللي عارف اسمها يا جماعة يقول لنا، هو قال لي اسمها النهاردة بس انا نسيته. احنا كنا بنقول عليها احنا مكرونة، احنا بمعرفتي انا كنا بنقول على دي مكرونة. ماشي يا جماعة، يلا ان شاء الله نتفرج على الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ اهلا بيكم في قناتكم منوعات حالنا. ان شاء الله النهارده يوم ترفيهي بالنسبة لنا احنا، يوم شم اليوم، رايحين نغير جو ان شاء الله. النهارده تصوير في البحر، احلى حاجة في الطلعة بتاعة التصوير دي ان احنا بنتعزل عن الناس، بنشوف اجواء غريبة كده وجو غريب، وصراحة بننسى كل همومنا وبنرميها في البحر وبنرجع تاني. فان شاء الله احنا هنطلع تصوير، الطعم المستخدم معانا اهو، وباذن الله مرغوب، وربنا يسهل لنا الحال، هنشوف هنعمل ايه باذن الله. خليكم معانا يا شباب. معانا ضربه يا شباب، احمد اهو طالع، هو كمان واحنا طالعين اهو. السلام عليكم، دخلنا على ارض يا ابو حميد، ضربت شراغيشه كبير. اوعى الشوق بتاع الشراغيشه. صباح الفل يا شباب، صباح الفل، احلى شراغيشه ان شاء الله. صلى على النبي يا شباب، احنا بتوع البربون الجامبو. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، احلى بربون جامبو، لا احلى منوعات خالص. لسه روح فيه، ايه اللي كلها ديت ولا ايه اللي عملها دي؟ مش عارف. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شبابنا؟ النهارده شباب عايزين نعمل مع بعض حاجة، بس الحاجة دي مش عشان حد يجربها، يعني ممنوع أي حد يجربها. ما هنتكلم مع بعض عن سمكة القراط أو سمكة الأرنب، الطريقة الصحيحة لتنظيف السمكة دي، ولكن برضو أنا بريء قدام الله من أي حد يجرب الطريقة دي. تمام، هنتوكل على الله شباب. نبدأ السمكة دي، احنا عشان ننظفها بنمسكها من هنا كده، دي الطريقة بتاعتها. بنيجي من المكان ده كده بالظبط وبنقطع. لا الله، بعد كده بنفصل. بنمسك الجلد ده كده وبنفتح من هنا شوية ومن هنا شوية. المرارة بتاعتها يا جماعة، قبل ما المرارة دي سليمة يبقى أنا كده شغال صح. وبننزل نسلق. كده دي كل احشائها سليمة، هي كل الاحشاء بتاعتها سليمة. هنرميها، والجزء دوت بننضفه وبنخليه. بناخد منها الشريحتين دول بس، وده يا جماعة للثقافة العامة والعلم بالشيء وليست للتجربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.